الدولار الأمريكي هي منظومة، يعني منظومة مالية، لكنها في نفس الوقت أداة سياسية، وأحيانا تستخدم يعني كسلاح لتمرير المصالح الجيوستراتيجية الأمريكية. فمن هنا يعني الانطلاقة الجديدة بمفهوم يعني الحفاظ على المصالح الوطنية لجميع الأطراف. وهنا التوجه، لا ننسى أنها ليست لبريكس فقط، يعني هي تحت روسيا والصين، لكن الرغبات تأتي من يعني الدول ضمن المصطلح يعني السياسي الجديد، دول جنوب العالم وشرق العالم. وهذه الدول التي لطالما يعني قد عانت من الهيمنة الاقتصادية الغربية، وخاصة متمثلة بأدواتها، أولا الدولارية، وثانيا البنك الدولي وصندوق النقد نعم دكتور. الدولي، وتمخض عنه إملاءات سياسية بناء على تسييرات اقتصادية.